بالنسبة للحوار على كافة الأحوال والأصعدة الحوار مطلوب، والنقاشات في مثل هذه الأزمات والحروب مطلوب أيضا، لكن عندما يكون الطرفان يسعيان إلى الحوار بمصداقية وجدية. أما إذا كان أحد الأطراف يقبل والثاني لا يقبل، وقد أعلن بشكل رسمي أنه يرفض الحوار في هذه المنطقة أو في هذه الدولة، ويرفض لغة الحوار أساسا من 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 أساسها جماعة الحوثي جماعة ميليشياوية لا تستطيع أن تعيش إلا في ظل حروب، كالسمك لا يعيش إلا في الماء. هي تعرف هذه الجماعة أن قبولها بالسلام أو قبولها بالحوار والخروج بنتائج سياسية يصلح بها البلد وتخرج باليمن إلى بر الأمان، أنها هذه النتائج الحوار هذه ستفضي بها إلى إيش؟ إلى خارج التاريخ، لأنها جماعة ميليشياوية، فبالتالي هي لا تقبل بالحوار ولن تقبل بالحوار. أما نحن الحوار مطلوب، يعني كمسمى عام الحوار مطلوب، لكن معروف الرد حقها كان واضح، رفضته وباليوم الثاني إيش؟ تضرب المشاهد الحيوية في السعودية. إذا كانت الدعوة أصلاً دعوة السعودية للحوار اليمني هي دعوة إيجابية 100% بالأخير، لأنه لا يمكن يكون الحل إلا أن يكون يمني بإطار المجموعات اليمنية التي ستتحاور من أجل الحوار، ومواصلة الحرب بالطريقة هذه الموجودة بالوقت الحاضر هي اسمه حرب يمني بالأخير، ولا بد وجود من حوار، وبالأخير لا يتم الحل للموضوع الحرب اليمنية إلا بالحوار. ما يحدث الآن في الرياض من مشاورات وبداية حوار للمكونات اليمنية واستدعائهم لأكثر من طيف يمني لإظهار الآراء المختلفة للمجموعات السياسية، يعني حركة طيبة من المملكة العربية السعودية أن تجمعهم إن شاء الله في هذا يخرجوا إلى حل، لأنه الحل يمني في البداية والنهاية حل يمني، لا بيجي من خارج اليمن يجيب لك الحل، ما بي الحل بيننا البين، نحن نتصالح بيننا البين وإيجابية حركة، يعني الميليشيات الإنقلابية ترفض الحوار في كل مرة، الحوار الوطني فشل، الاتفاقيات السابقة فشلت، لأنه هذه الميليشيات تعيش على الدم، تعيش على المنظمات الخارجية والدول الخارجية والدعم الخارجي، القرار ليس بيدها وإنما في دول أخرى. طبعا مهم أن يجتمع اليمنيين في إطار مائدة مستديرة وفي حوار ونقاش لحل القضايا الراهنة والعالقة أيضا، وحل ما ومناقشة أوضاع اليمن بشكل عام، وما نراه الآن من دعوة مجلس التعاون الخليجي للأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار في هذه المشاورات التي تجري الآن في الرياض مطلوب، ولكن المشاورات لن كذا من وجهة نظري لن تخرج بنتائج كبيرة ومتوقعة، لأن الطرف الآخر اللي هي الميليشيات الحوثية لا تقبل هذا الأمر ورفضت هذا الأمر بشكل واضح، وكان رفضها بتلك الهجمات الكبيرة التي استهدفت يعني أعيان مادية في المملكة العربية السعودية، وأيضا فعلت وصعدت من هجماتها على المدنيين في مارب في أكثر من جبهة، هذا يدل على أنها هذه الجماعة لا تقبل لغة الحوار. لغة الحوار هي لغة العقلاء في هذا البلد، وهذه الجماعة لا تهتم ولا تكترث بالحوار ولا بهذه المناقشات ولا بهذه المشاورات. هذه الجماعة لا تؤمن إلا بفكرة العنف والسلاح وفرض أجندتها عن طريق القوة. نعم للسلام، نعم للحوار، نعم للاتفاقيات، ولكن ضمن الثلاث المرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية، ونقول لا لتفتيت القرارات من أجل مصالح شخصية وفردية. نقول نعم للحوار، نعم للسلام، سلام الشجعان، سلام النظام والقانون والقرارات الدولية التي تنهي الحرب وتوجد السلام لليمن. والميليشيا معناته أنه تجمعات حربية خارج إطار الدولة، فالميليشيا لها مصالح معينة لموضوع الحوار هذا، وهي تشتي تفشله بأي طريقة ممكنة، لأنه الحوار والحل هو نهاية للميليشيات، وبالتالي تصر أنه تبقى الحرب دائمة بالوطن اليمني حقنا. شوف، من ناحية الميليشيات الحوثية التي نعتبرها حوثية لأنها لها أجندات
من غير أبناء اللي من غير غير يمنية يعني لهم أجندات خارجية و لا يستطيعون أن يأتوا برأي أو عمل إلا بأسيادهم، وأسيادهم إذا كانوا لم مش موافقين على الحل أو إيقاف سفك الدماء اليمنيين لا يمكن يقدروا يعملوا أي حل، لأنه من يملك المال ومن يملك المعونة الذي يعطيه يعني مدهم بالمال لا يستطيع أن يعطي رأيه، لأنه يعطي يجيب رأي الذي يمده بالمال. طبعا الحوار هو لغة العقلاء، لكن هذه الميليشيات لا تفهم هذه اللغة ولا تفهم هذه المشاورات، لأنها في الحوار لن تستطيع أن تأخذ ما تريده، لن تأخذ ما تريده إلا بطريقة القوة التي مارستها الآن في انقلابها على الدولة وصادرت لمؤسسات الدولة وإرادة الدولة، لأن تعرف إذا أجريت انتخابات حقيقية وحرة ونزيهة لن تحصل على إلا نسبة بسيطة جدا مما تذكر، فهي ذلك أن تؤمن بالعنف لأنها يمكنها من البقاء والسيطرة على البلاد بشكل كامل.